المسخرة من ناحية تقنية الأمن السبراني، كذلك في التقنية الحديثة في التعرف على الأشخاص. جميع القطاعات والأجهزة الحكومية تقوم، والأجهزة الأمنية باستخدام جميع الأجهزة التقنية الحديثة لها. الهدف من التمرين هو تعزيز التعاون بين جميع القطاعات العسكرية لقوى الأمن الداخلي، سواء لوزارة الداخلية أو رئاسة الأمنية أو رئاسة أمن الدولة أو الأجهزة المدنية الخدمية اللي تحكي مع طبيعة عملها مع قوى الأمن الداخلي والخدمية اللي تخدم المجتمع. التمارين هذه مستمرة، كل سنتين تمرين. ليش احنا نعقد التمرين؟ اللي هي اكتساب الخبرات بين الأجهزة الأمنية.